بصراحة هو الوضع صعب جدا حتى على الجميع، يعني صعب لأنه في ناس ما بيشتغلوش، يعني اللي له محل مسكره، اللي بيشتغل في الداخل برضه ممكن يروح أو ممكن ما يروحش على الداخل يشتغل في عند يعني في داخل القدس مثلا أو في 48 أو هيك، ويعني اللي بيشتغل في جوا الأمعري له محل أو شيء بيشتغل بس مش كتير، مش يعني مش هالشغل يعني. لأنه كمان الناس في مثلا معهمش رواتب، معهمش مصاري يشتروا. احنا هلا يعني شغلنا تقريبا متوقف على الكمامات لانه الفتره هاي احنا بحاجه للكمامات. صح احنا معطلين ومسكرين بس بنيجي بس عشان الكمامات، واحيانا بنشتغل في البيت بنقص وبنوزع على الستات عشان هم يستفيدوا كمان في هذا الوضع، وبس يخلصوا بيجيبوا لنا اياه بنكمله احنا.